مش هو؟ هدولي، هو فين الراجل؟ هدولي، انا عايزاه. اوعى يا بنت السوهية، عايزة اعرف مين الشاطرة فيكم اللي قبضت عليه عشان اصرف لها المكافأة. لا، دي المكافأة دي تمليها وتشربي مياتها. طب يا حمايا، ولا حدش يقدر ياخده مني ابدا. هو انا كنت بخلصه من السجن عشان تاخده مني؟ يا حلو، ايوه يا حلو. الرجاله بقت على قفا من يشيلوا الناس. نفسك يا مدام، كلهم قنبلين. يا ندانا، وانا اللي هطلع من مملكتي بلا حمص؟ انا مالي، شوفولي عريس ولو من السوق السوداء. يا سلام، موجود العريس. فين هو؟ ياسين، ها انا ذا. هذه والله يا اخي احسن من الدكتوره الشرعيه بتاعت الخيل. تعال لي يا حبيبي على مهلك. انت على مهلي، ده انا جاي لك كاري سيدتي. مجدي، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش ابدا. خلاص، انا اللي هقول اولادنا والبيتنا. صحيح. لا لا لا، خلاص، ما بقاش في ركن المرأة في الإذاعة، بقى في ركن الطفل في البيت. كوثر.